أهلا وسهلا بكم في قناة ترددات وبث على اليوتيوب. الآن ننقل لكم ونعرض عليكم تردد قناة الجديد على النايت سات والعرب سات 2022. قناة الجديد هي قناة متنوعة تشمل جميع المجالات الإعلامية المختلفة، منها البرامج الإخبارية والسياسية وبرامج الفن والترفيه والبرامج الخاصة بالمرأة والمطبخ، بالإضافة إلى عرض أفضل المسلسلات. لذلك أصبحت هي الأفضل في لبنان بين القنوات التلفزيونية التي تستحق الاهتمام. فضائية الجديد هي قناة لبنانية تبث من بيروت بلبنان، وبثت لأول مرة تحت اسم نيو تي في عام 1992، لكنها رفضتها الحكومة وتوقفت عن البث. ومع مرور الوقت وعودة الحرية أكملت القناة مسيرتها وعيد إطلاقها عام 2001، ولا تزال تعمل وحققت إنجاحا أكبر، ولديها ملايين المشاهدات في الوطن العربي. قناة الجديد متخصصة في عرض مجموعة متنوعة من البرامج التلفزيونية التي تغطي جميع مجالات الحياة والتي يهتم المشاهد اللبناني والعرب بشكل عام، كما تعرض عروض ترفيهية مميزة وتختار أفضل الأفلام والمسلسلات لمشاهديها، وهي تحاول دائما إشباع رغباتهم والعمل عليها، ويتنوع محتواها باستمرار لكسر الملل وإرضاء جميع الأذواق. تردد قناة الجديد 2022، يوجد تردد واحد على القمر الصناعي. تردد قناة الجديد 2022، القمر الصناعي عرب سات، التردد 11977، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 3-4، الجودة HD. إذن تردد قناة الجديد 2022 على القمر الصناعي عرب سات، القمر الصناعي عرب سات، التردد 11977، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 3-4، الجودة HD. ملاحظة، القناة تعمل فقط على القمر الصناعي عرب سات بدر 4 فقط. إذا بذلك نكون عرضنا لكم تردد قناة الجديد اللبنانية، ونتمنى أن تستمتعوا بالقناة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.